السلام عليكم ورحمة الله. وان هذا طائر الهدهد لقيته مقتول في احد بساتين المزارعين. طبعا هذا طائر الهدهد طائر مبارك مذكور بالقرآن الكريم، وهذا الطائر الوحيد اللي يفيد المزارعين، يقتل الديدان والحشرات من الزروع، مو مثل بعض الطيور تضر المزارعين احيانا، تاكل الطعام وتأذي الزرع، مثلا اذا تزرع عباد الشمس او طش حنطة او شعير، الزرازير والعصافير والحمام وجميع الطيور تأذي المزارعين. لكن هذا طائر الهدهد بفوائد للمزارعين ويقتل بسبب المزارعين، بفوائد للمزارعين ويقتل بسبب المزارعين بغير قصد. يعني المزارعين يضربون الزرع كيمياوي، وهذا الطائر يأكل الديدان من الزرع، من يأكل لي السم. هذا الطائر بساتين دائما، وهذا موسم الهجران، وهذا الطير نحصله بهذا الموسم دائما. أنا ألقى بهذا الموسم ألقى 2-3 ألقى مقتولات بساتين. المزارعين ما متغصدين يعني اخوانا بكتل هذا الطائر، هم يضربون كيمياوي الزرع، وهذا الكيمياوي مادة سامة، وهذا الطير ما يتحمل هذه المادة السامة. فدائما هذا الطائر ينكتل يعني بداية، يعني قريب نهاية الربيع قبل الحصاد، هذا الطائر نحثر عليه بالبساتين المزارعين. وهذا الطائر جميل ومذكور بالقرآن وطير مبارك. راح اخذه وياي هذا الطائر، واخلي هنا على الدشبول، او اكو بعض الاخوان مصيني على طائر الهدهد، عندهم مريض او عندهم علاج بي، فاخلي لهم يجي يوم شخص من المتابعين والمشاهدين على قناتي، يستاهلون المتابعين والمشتركين. فهذا الطائر اللي عنده علاج بي انا بخدمته، واقدر احصل على كثير من هذه الطيور الهدهد. وهذا طائر الهدهد لو بي، يعني لو انا احسن بي شغلة مزينة يسوون بي، والله العظيم ما ابيع اي واحد ولا، بس هذا الطائر مبارك، وهذا قوم كامل استسلم بواسطة هذا الهدهد. وانا ذكرت لكم بمقطع سابق قوم كامل استسلم بواسطة الهدهد، وهذا الهدهد من يموت ما يصير بي شغلة غير شغلة الخير، واللي الحيوان اللي يصير بيه شغلات مزينة مثل الضبع
والخنزير. اخوان تحياتي لكم، في امان الله، طولت عليكم.